الحكومة المؤقتة من جهة ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي من جهة أخرى. أدت المواجهات في العاصمة مقديشو إلى تجدد نزوح عن الأحياء السكنية، إذ فر آلاف من المدينة خشية تصعيد هجمات الشباب المجاهدين. منذ 7 مايو أيار الماضي، والوضع الأمني في الصومال من سيء إلى أسوأ بسبب إطلاق المقاتلين في تنظيم الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي حملتهم العنيفة الراهنة. 6 أسابيع من العنف والعنف المضاد جعلت المهاجمين يقفون على بعد 4 كيلومترات فقط من قصر الرئاسة الذي تحرسه قدر المستطاع قوات حفظ السلام الأفريقية. البلاد الممزقة منذ 18 عاما ليست على أحسن ما يرام، ورئيسها الانتقالي شريف شيخ أحمد يعلن من الناحية الإدارية حالة للطوارئ كانت قائمة في الأصل بقوة الأمر الواقع. قررت الحكومة تغيير نهج تعاملها مع الحالة لإيقاف الأزمة، وقررت فرض حالة الطوارئ في البلاد بدءا من اليوم للخروج من الأزمة. كما أوجه نداء إلى منظمة الإيجاد والمنظمة الإفريقية والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الحكومة الصومالية. دعوة مماثلة للجيران والمجتمع الدولي وكل من يهمه الأمر، كانت قد صدرت عن رئيس البرلمان المؤقت آدم محمد نور، وقد أيد كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو ذلك النداء قائلين إن من حق الصومال أن يطلب العون ومن واجب المجتمع الدولي أن يعينه فورا. 300 قتيل وما لا يقل عن 130,000 مشرد. هذا الحصاد المر هو ما جناه الصوماليون خلال 6 أسابيع من المعارك، واليوم لم يعد المدنيون يطيقون مقاما في مقديشو والمدن التي تجتاحها المواجهات. الصغار لا يدركون إلى أين يساقون، والكبار لا يعرفون لماذا يبقون. وعلى الحدود تحشد إثيوبيا قوات كانت قد سحبتها قبل أشهر، وقالت يوم ذاك إنها ستعود حتما إلى الصومال متى أصبح مهددا بالسقوط في أيدي من تصفهم بالمتشددين. قالت مصادر أمنية عراقية إن نحو 25 شخصا قتلوا وأصيب 76 آخرون في هجمات متفرقة. ففي أبو غريب قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في